هذا آخر فيديو برد فيه على الأشخاص اللي عم يتنمروا علينا، وأنا عرفت مين هن اللي عم يتنمروا علينا، رح لكم يا بهذا الفيديو. مرحبا، كيفكن حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي آخر فيديو برد عليه على الأشخاص اللي عم يتنمروا علينا. ما بعرف ليش عم يتنمر علينا، يعني شو السبب اللي خلاهم يتنمر علينا. انا ولا بعمري اذيت حدا او عملت زعلت تخانقت مع شي يوتيوبر. ما بعرف ليش عم يتنمر علينا. اجتني كتير تنمر علي، ما بعرف ليش كرهوني وما بعرف ليش هيك عم يعمل. انا بحياتي ما غلطت على حدا ولا حكيت على حدا، بس ما بعرف ليش هيك الناس صارت كمية الحقد والكره كتير كبيرة. اخر فيديو نزلته والتعليق اللي ثبتته انا اجا 500، انا ثبتته مشان الناس ترد عليه، عم اجا 500 رد. شكرا لكم على تعليقاتكم الحلوة، بتشكركم من كل قلبي على التعليقات الحلوة. حبايب قلبي، انا امبارح دخلت على رسائل الانستغرام على الخاص، بيطلعوا اكثر من 5000 رساله، حاولت اقرا منهم شوي، 3 ارباعهم ممكن تدعميني، عندي قناه على اليوتيوب، منكم تدعميني، عندي قناه على اليوتيوب. انا ما راح انشر خصوصيات المتابعين، بس راح ورجيكم هذا الشخص شو بعت لي على الانستغرام. راح اقرا لكم شو كاتب. مرحبا، كيفك؟ ليش ما بتردي؟ ممكن تدعمي قناتي على اليوتيوب؟ ليش ما بتردي؟ على شو شايفة حالك؟ انت شكفت فقيرة وعايشة بخيمة، صرتي تتكبري علينا، ما تردي علينا؟ يا فقيرة يا وسخة، انا بكرهك كل وش بش بكرهك كتير، وشلت الاشتراك عن قناتك، والله رح احطلك على كل فيديوهاتك ديسلايك وعلق لك تعليقات سلبية يا فقيرة، وروحي ورح هكر لك قناتك، رح هكر لك قناتك مشان ترجعي من الصفر، مشان تعرفي كيف بتردي، مشان تعرفي كيف تتكبري وما تردي. اذا ما تردي رح بلغ على قناتك، رح بلغ على قناتك وهكرها. مثل ما شفتوا بالرسالة، كل الرسائل اللي على الانستغرام بتجيني، ممكن تدعمي قناتي، ممكن تدعمي قناتي، اكثر من 1000 شخص بيجيني، ممكن تدعمي قناتي، ممكن تدعمي قناتي، انا مين بدي ادعم لادعم؟ يعني حطوا حالكم مكاني. انا تأكدت اليوم انه اللي عم يتنمر علي وبيكرهوني اغلبيتهم عندهم قنوات على اليوتيوب، وعم يبعثوا لي رسائل على الانستغرام وانا ما بشوفه. عندهم قنوات على اليوتيوب بده يانا يدعم، بدي يعني ادعمهم. اتمنى تكون وصلتكم الفكرة، يعني اغلبيتهم بيجوا، ممكن تدعميني، ممكن تدعميني، يعني حطوا حالكم مكاني. انا كيف بدي لحق؟ اذا دعمتكم كلكم رح انضر انا ورح تنضر قناتي. اذا انتم بتكرهوني وبتتنمروا علي لاني ما دعمتكم، تنمروا علي ويعني واكتبوا تعليقات سلبية، انا ما رح رد عليكم، الله رح ياخذ لي حقي. بس هذا اللي حبيت اقوله. بعتذر منكم حبايبي على هذا الفيديو، انا بس حبيت اوضح لكم الحقيقة. باي، بحبكم كتير.